الغربيين كلهم هيك بيصير فيهم. ليلة رأس السنة هي في الصورة ليلة فرح، لكن في الحقيقة هي ليلة حزن. ولا يشربون ولا يتناسون إلا لأنهم علموا أن سنة مضت من حياتهم، ومن ثم فقد دنوا إلى الموت سنة. يعلمون هذا، وهم يعلمون أن الموت شو الموت، نهاية نهاية خلاص، شمعة كانت تتقد وانطفئت. نعم، ورأيت مظاهر هذا الحزن، الصورة أضواء وما إلى ذلك ورقص، لكن الحقيقة ما هي؟ حزن يعض على النفوس. ما العلاج؟ كن مع الله. متى اخترقت هذه الأسباب الصورية ورأيت نفسك مع الله عز وجل؟ كلها الدنيا ما لا قيمة لها، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون.